انا دلوقتي اشرف ودي قناتي ذا ريدنج ان كورنر. رجعت لكم فيديو جديد. ده هيكون فيديو تحضير التي بي ار بتاعتي بتاعت شهر مارس. فامل ان تكونوا مستمتعين بالفكره دي. ولو بتشربوا قهوه او شاي حضروه وحضروا قراءاتكم معايا لان ده هيكون فيديو طويل شويه. ما قريتش كل الكتب اللي انا عاملاها من الشهر اللي فات، بس ما عنديش مشكله مع ده. بدات اتعامل معاهم انهم قائمه احتمالات ان انا اقرا منهم، بس امل ان هو شهر مارس شهر اطول شويه، فامل ان انا اقدر اقرا كتب اكتر في خلال شهر مارس. الشهر ده كمان في بعض التحديات احاول اطبقها عندي هنا. فهبدا اول حاجه بالكتب التحديات دي لو انا محضره منها حاجه، و بقيت الكتب التانية احاول اخد منها يعني. فاول حاجة هو ان مارس هو بيقروا على البوكتيوب الاجنبي كتب كتيرة ميدل جريد او ميدل جريد او تنطبق انها كتب ملائمة للاطفال. فانا اخترت التحدي ده هو كتاب هاري بوتر اند فلوسفر ستون. عايزة اعيد قراءة السلسلة تانية عشان اعمل لها انوتيشن، فدي الطبعة بتاعتي. فقررت ان ابدا اول واحد، وصلنا عايزة اعمل فيديوهات لكتب هاري بوتر، كل كتاب يبقى ليه الفيديو بتاعه، لان انا ما قريتش السلسله بقالي كتير. فاعتقد اخر مره قريتها كان من كام سنه، فعايزه اقراها تاني. تحدي تاني برضو منتشر الشهر ده هو ان شهر مارس شهر القراءه النسويه. فحاول ان كل الكتب اللي هختارها تكون لسيدات، خصوصا ان انا الشهرين اللي فاتوا كتابات الرجال طاغيه على قراءاتي. شهر مارس هيكون شهر القراءه للسيدات. اي نعم في كتابين من الشهر اللي فات عايزه اقراهم الشهر ده، هما مش بتوع سيدات، بس دول تقريبا هيكونوا الاستثناء الوحيد. انا عايزه اقرا فولتون او ستارز تاني عشان اعمل عليه الفيديو. واخر كتاب في الفلوج اللي بحضرها هو ريدي بلاير 2. فدول الاثنين الوحيدين اللي مش هيكونوا ملائمين للفكره العامه دي. بس يعني هو تحدي السيدات ان هو القراءات النسويه عشان شهر مارس شهر وومن ترانزليشن. فده هيكون التحدي ده. في تحديين تانيين مش هقدر اقول عليهم حاجه دلوقتي، بس هحاول اجيب منهم حاجه خلال الشهر. هو اول واحد كورياثون اللي هو ماراثون لقراءه الكتب الكوريه. فانا خدت بالي ان انا حاليا ما عنديش غير كتاب واحد بس كوري ما قريتوش. يعني قريت كل الكتب الكورية اللي عندي، فيا اما اشتري حاجة او ان انا اقرا حاجات الكترونية. وانا صراحة ما عنديش مانع خالص في قراءة حاجات الكترونية. هسيب وقت التحدي الكوري ده، هنشوف في وسط الكتب اللي هتيجي. وبرده في تحدي تاني اسمه اوريليام ريداثون، ده هيكون لي الفلوج بتاعته. اعتقد هو ده الفلوج اللي هعملها في شهر مارس، اللي هبدا اعملها في شهر مارس. فدي التحديات الرئيسية. هنبدأ بأول حاجة كتب نت جالي. زي ما انتوا عارفين نت جالي موقع بحمل منه حاجات كتيرة، كتب كتيرة عشان الريفيوهات وكده. فبيكون في فرصة ان الواحد يقرأ كتب لسه ما نزلتش ممكن عشان يكتب عنها ريفيو. فطريقة اختياري هنا ان انا بختار عدد الصفحات بشكل عشوائي، وبختار كتاب بشكل عشوائي من المجموعة دي، والكتاب اللي عليه الدور هو اللي اخترته. يعني اسمه سبايرز لكيت موريتي، وده اعتقد ثريلر، واعتقد ان هو سايكولوجيكال ثريلر، فده اعتقد انه مفضل ليا في الثريلرز. وبيكلم طبعا عن امرأة بتحاول تهرب من ماضي ما في حياتها. فاعتقد ان هو هيكون لطيف، وخصوصا الثريلرز المفروض بتكون سريعة. بعد كده عايز اقرا ويب تون. موقع ويب تون انا عايز اقرا من عليه على الاقل سلسلة كل شهر. الناس سهل تقراه وسهل تقراه، بس انا حاطة الهدف ده وبنسى اعمله. فحاليا مقسمهم بالجنرا بنوع القصة نفسها، وكل شهر عايزة اقرا قصة من النوع ده. فانا مختارة الشهر ده شهر دراما، فعايزة اقرا قصة درامية. فانا اخترت سلسلة اسمها Unholy Blood، ودي دراما وكمان سوبر ناتشر، افتكر فيها بامبرز وكده. اعتقد الكريتر بتاعتها بنت اسمها لينا ام، افتكر تكون كورية. فانا متحمسة جدا ان اقراها، الريفيوهات عليها عالية جدا، الريفيوهات الناس كلها بتشكر فيها، وكمان هي سلسلة خلصانة. فانا لو عايزة ابنجها واخلصها في يوم او يومين اقدر اعمل ده، خصوصا حلقاتها كتيرة. مش عارفة هي حلقات قد ايه، بس هي على الاقل سلسلة خلصانة. بعد كده كتاب جوائز.
للاسف ما قريتش كتاب الجواز بتاع السنه اللي فاتت، بس عايز اقرا كتاب الجواز بتاع الشهر ده، وهو طلع لي واحد انا فعلا سمعت عنه كتير جدا وعايزه اقراه بقالي كتير قوي، فدي فرصه حلوه قوي، اللي هو روايه ذا سيتي وي بيكام لانكي جيمسون. بسمع عن الروايه دي كتير جدا، رغم ان انا اول ما سمعت عنها كانت كتاب منفصل، دلوقتي فجاه اتحولت لسلسله وفي كتاب تاني لسه هينزل، بس انا عايزه اقراها فعلا. فكانت بتتكلم تقريبا عن مدينه نيويورك، وان مدينه نيويورك متقسمه لخمس احياء تقريبا، وكل حي فيهم بيجسدوا شخص معين بشكل اسطوري شويه، كانه حامل المنطقه دي. فانا مهتمه جدا جدا ان اقراها الصراحه. ريفيوهات الروايه دي صراحه وريفيوهات انكي جيمسون نفسها ما بتخيبش خالص، فده هيكون كتاب الجواز بتاعي، واتمنى فعلا ان اقراه الشهر ده. كتاب من الويش ليست، الويش ليست بتاعتي قائمة في جود ريدز بحط فيها كل الكتب، يعني اي كتاب بيعجبني وبسمع عنه سواء على البوك تيوب او على الانستجرام او على جود ريدز نفسه بحطه في الويش ليست دي عشان يكون سهل ليا الرجوع لي تاني. دلوقتي احاول اختار كتاب عشوائي في نفس الوقت، هفضل اعملها لحد ما يظهر لي كتاب لسيدة، زي ما انتوا عارفين مش عاد اكررها بقى كل شوية، عايزة اختار كتب سيدات الشهر ده. الويش ليست دي بعملها ساعات عشان لو عايزة اشتري كتاب وعارفة انه هيعجبني، او مجرد طريقة لتجربة كتب مختلفة، اللي هو انا بمشي بمبدأ ان انا لو قريت كتاب الكتروني وعجبني جدا بشتريه بعدها عشان تكون فرصة لقراءة تانية ليه. واعتقد ان انا هختار من على الويش ليست بتاعتي كتاب يخليني اقرا كتاب من عندي في المكتبه، فهختار كتاب The Wayward Children اللي هو يخليني اقرا اول كتاب في السلسله، هوريهولكم دلوقتي، لان انا حاطه في قائمه الويش ليست بتاعتي الكتاب الرابع والخامس، بس انا اوريدي اشتريت من 1 و3 ولسه ما قريتهمش، فهتكون دي ممكن فرصه جديده ان انا اقرا اخيرا الكتب دي، رغم انها سلسله وكده هكون ببدا سلسله تانية على ال20 سلسله اللي انا بادئاهم، بس دي سلسله كتبها قصيره، ما كانش عدد كتبها قصير، فهوريه لكم دلوقتي وانا بجيب. زي ما اقول لكم هي دي السلسله ده هنا كده، ودول اول 3 كتب في السلسله، ده Every Heart a Doorway ده الكتاب الاول في السلسله دي، فانا متحمسه جدا جدا ان ابدا. زي ما قلت لكم ما اعتقدش انا كده بغش، بس انا عندي على قائمه الويش ليست بتاعتي الكتب بقيه السلسله دي، فانا عايزه ابداها لانها سلسله زي ما قلت لكم جايبه اول 3 كتب منها، فعايزه ابداها اخيرا، خصوصا انها كتاب قصير فانا بحب الكتب القصيره. السلسله دي كلها تقريبا كل كتاب فيهم بيتبع قصه شخصيات مختلفه، كلهم الفكره الرئيسيه بتاعتهم ان مجموعه اطفال زي اليس وكده اللي هو بعد ما رجعوا من العالم الخيالي اللي راحوا له وبيبقى عندهم مشكلة على التأقلم على الواقع تاني، فبيروحوا المدرسة التأهيل علشان يعيدوا التأقلم على ده. وتقريبا في كل كتاب بعد كده في السلسلة بنشوف العوالم المختلفة اللي الأطفال راحوها، بتجي أول كتاب ده تقديم ليهم، فأنا مهتمة جدا أنا أبدأ السلسلة دي، فده كتاب الويش ليست بتاعتي. بعد كده راندوم بي دي اف، لأن أنا بحمل كتب بي دي افات كتيرة بس ما بقرهاش، فدلوقتي هحاول ألاقي واحد يكون مناسب للتحديات بتاعه الشهر ده. الكتاب اللي اخترته كتاب اسمه هوم فاير للكاتبه اسمها كاميلا شمسي. اعتقد الكتاب ده مشهور جدا، اشتهر لما نزل، هو نزل في 2017، فافتكر ان هو اشتهر قوي. الكاتبه باكستانيه، واعتقد ان هو بيتكلم عن دراما باكستانيه ما، يعني عن المهاجرين، افتكر ان هو بيركز على فكره المهاجرين، فاعتقد انه هيكون كتاب لطيف، فده هيكون الكتاب الراندوم بتاعي. بعد كده كتاب من حول العالم، حاول دلوقتي اختار كتاب واقراه الشهر ده. الكتاب اللي جه عليه الدور هو كتاب روايات نيوزيلندا، وهي كنت مختاره روايه ذا لومينيرز لإلينور كاتن، ما عنديش مشكله خالص ان اقراها، بس الروايه 850 صفحه، فانا ليه هل هعمل كده في نفسي؟ ما اعتقدش انها روايه تخلص سريعا، بس الريفيوهات بتاعتها حلوه، يعني الريفيوهات بتاعتها بتقول انها روايه حلوه، بس انا مش متاكده كنت عايزه اقرا روايه 850 صفحه. نحطها في الليست، نحطها في الليست. بعد كده باز وورد اثون ده انتوا اللي هتختاروه، هحط اللينك بتاعه، هحط الكتابين دول على انستجرام وانتوا هتختاروا لي. باز وورد اثون المره دي التحدي الشهر ده، انا للاسف ما قريتش بتاع التحدي الشهر اللي فات اللي هو بيوتيفول يو، هحاول اقرا بتاع تحدي الشهر ده. تحدي الشهر ده هو مكان، فانا اخترت كتاب عربي كتاب انجليزي
وفي انستجرام هحط لكم على ستوري انتوا تختاروا الاثنين. فاخترت الكتاب الانجليزي هو شيرود، لان شيرود ده اسم الغابه ودي اعاده حكي لي روبن هود. واخترت العربي الحجرات لشيرين سامي، ما لقيتش كتب كتير عربي اسامي فيها اسم الكتاب مكان وكاتبتها سيده. فالحجرات اعتقد حجره يعتبر اسم مكان برضو، فانتوا اللي هتختاروا لي هقرا انهي. حاسه اني عارفه انت هتختار ايه، بس حرصت ان الاثنين يكونوا كتابين لسيدات برضو، فانستجرام هو اللي هيحدد لي ده، فمش هحطه دلوقتي في القائمه بتاعتي، بس هو هيكون واحد من الاثنين دول. بعد كده كاتب مفضل، انا ممكن اعمل حاجه من الكتب اللي انا قريتها دي اللي انا محدداها، بس نعمل قائمه كبيره حتى لو ما قريتش كل القائمة، على الأقل يكون عندي خيارات كتيرة. فنختار كاتب مفضل تاني. أنا عاملة الكتاب المفضلين في قائمة وورد عشان أشوف كل شهر أحاول أختار ليهم، لأن أنا طبع إن أنا مبجريش، يعني أنا بيكون عندي كتاب مفضلين كتير بس عايزة أرجع أقرأ كتبهم القديمة دي، فدي فرصة إن أنا أرجع أفتكر كتبهم القديمة. جيت دور على لانج ليف، وأنا عارفة إن لانج ليف بتكتب كتب قصيره، فده عجبني جدا جدا، فانا هكتب مجرد لانج ليف وهختار لها اي كتاب هلاقيه. لانج ليف بتكتب شعر بشكل لطيف جدا، اللي هو الشعر المودرن ده، بس ده واحد عجبني، يعني عجبني اكتر من حاجات تانية، فده هيكون حاجه هتنقذني خلال الشهر ده. بعد كده سيكول، انتوا عارفين ان انا ببدا سلاسل كتيره جدا، ف عايزه اقرا سيكول، فانا ممكن احسب بريد بلاير تو، خصوصا هو انا فعلا هبداه في الشهر الجاي، فمش هضغط على نفسي جدا فهسيب ان هو ريدي بلاير تو. اي نعم ده كاتب مش كاتبه، بس انا عايزه فعلا اقرا الكتاب ده، خصوصا انا بدات يعني اقراه، خصوصا مع عامله كمان الفلوج. بعد كده بوكس لايك، المشروع اللي انا ماشيه فيه، وكمان السليبرتي بوكس، مش حاليا في مشروع اللي هو كتب زي اساس اوف فورج ايفنتس. فلو همشي ان انا اختار كتاب لسيده بس، ففي واحد من المجموعه دي عايزه اقراه اللي هو ذا دور باي ذا ستيركيس. والمفروض الكتاب ده بيقول ان هو مستوحى شويه من الميثولوجيا الروسيه، فانا بحب الميثولوجيا الروسيه، ممكن نحط ده. وكمان عشان يكون عندي اوبشنات تانية، احط الكتاب الورق الوحيد اللي عندي اللي انا عاملاه للمجموعه دي، وهو كتاب ذا ميسيس بنديكت سوسايتي. ورغم ان هو الكاتب بتاعه رجل، بس هي سلسله كبيره، وصراحه مش عارفه اذا كنت هبدا ولا لا، بس يعني نحطه في الاختيارات بتاعتي. صراحه الكتاب بتاعه جميل جدا، فدي بدايه سلسله، مش عارفه عايزه ابدا سلسله تانية ولا لا، بس نحطه في الاختيارات. بعد كده كتب مشاهير، انا كده هكون خلصت تيلر سويفت، فلسه هبدا حد مشهور جديد، فمش هقول لكم دلوقتي، هتعرفوه بعدين. بس في كتاب كمان عايزه اضيفه لقائمه الشهر ده، وهو الكتاب ده طائر اثراء طائر لي ان لامت، وهو بيتكلم عن الكتابه، كنت اتكلمت عنه في الهول بتاع معرض الكتاب، عايزه اقراه واقراه على راحتي، مش لازم اخلصه الشهر ده، لان هو نصائح للكتابه، فانا عايزه ابدا ارجع اكتب تاني، فاعتقد انها هيكون كتاب لطيف ان انا اقراه حته كل شويه. مش هحطه بهدف ان انا عايزه اخلصه في شهر مارس، بس مهتمه ان انا اخلص الكتاب ده. فدي مجموعه الكتب بتاعتي، ما اعتقدش انها مجموعه كبيره جدا الشهر ده، بس في منهم حاجات كبيره، وهتشوفوا اكتر في فلوجز لما اعمل فلوجز. يعني دي المجموعه نوعا ما المؤكده، وانتم هتختاروا كتاب من الاثنين دول هضيفه عليهم. متحمسة ان اقراها، لو في انتم بتحطوا قوائم كتب قولوا لي ايه الكتب اللي على قائمتكم للشهر ده، وهتشوفوا اكتر طبعا خلال الشهر لما اعمل حصاد ولما اعمل فلوجز وكده، هتشوفوا اكتر عنها. ولو في تحديات قراءة هتشارك فيها في الشهر ده، انا ما ضفتش حاجة كورية، فممكن اضيفها خلال الشهر واتكلم عنها في الحصاد الاخر. ففي الشهر ده في الميدل جريد، كتب الميدل جريد، كتب الاطفال، في التحدي الكوري، في تحدي قراءة الكتب السيدات، وفي اوريليوم. اوريليوم ده غالبا هو اللي هعمل له فلوج، وممكن اختار له كتب من هنا او اختار كتب كورية فاجمع الاثنين مارسون مع بعض. اعتقد ان ده اللي هعمله، وهكتبها دلوقتي عشان ما انساهاش. فاعتقد ان تحدي اوريليوم لما هعمله هختار له كتب كورية كلها واعملها ليه علشان اجمع التحديين دول مع بعض.
قاموا انتوا استمتعتوا بالقعده دي في اختيار الكتب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو جاي. باي باي.